لما كنت صغيرة كانت أمنية حياتي أني أستوي مدرسة علوم. كنت وايد حابة أني أستوي مدرسة وأعلم اليهال، بس الوالد الله يطوله في عمره كان وايد حاب أنه واحد من عياله يستوي طبيب، وبدأت تخصصي في طب العائلة أو طب الأسرة والمجتمع. تم ترقيتي لأؤدي دور نائب مدير مستشفى الكورنيش سنة 2016. مستشفى الكورنيش من أقدم وأعرق المستشفيات في أبوظبي. طبيعة عملي أني أركز على العمليات اليومية، أركز على 4 عوامل. أول شيء سهولة وصول المرضى للخدمات في المستشفى، ثاني شيء التركيز على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ثالث شيء رضا المتعاملين ورضا المرضى، ورابع شيء طبعاً سعادة الموظفين. مركز المحاكاة أو السيميليشن سنتر يعتبر من أنجح المراكز على مستوى إمارة أبوظبي، لأنه متخصص في طب الولادة وطب المواليد الجدد. دوري في المستشفى أني أتأكد أن كل الكادر الطبي قادر على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، سواء في مجال النساء والولادة أو الأطفال الجدد. وأنا وجدت نفسي منجذبة إلى خدمة فئة مهمة في المجتمع، وهي فئة أصحاب الهمم. انخرطت في هذا المجال لأن في سنة 2006 تم تشخيص بنتي بمرض التوحد. أجتمع مع الأهالي في حال وجود أي استشارات أو استفسارات طبية، أتعرف على طبيعة المشاكل اللي تواجه الأطفال، وفي حال الطفل يحتاج إلى مساعدة في أي مستشفى أو أي تخصص أنا أستوي حلقة الوصل.